كوفينير اش كان موجد كان حمد فراني ماشي كان موجد. هو نقطة اللي عجبتني ملي في المداخلة ديال يونس هو ملي كنا كنهضروا شحال هادي جوجل كانت كتهضر على ليرينات ديال جوجل جوجل جلاسز. جوجل جلاسز فيها هنا تقدر الكمبيوتر ديالك تقدر تهزو معاك ليرينات ديالك. دونك انا نقول لي شنو غادي يشد؟ يشد واحد يقولو هكا يقلب في النظر ما عندوش واش يدير. دونك هنا شنو كنقولو؟ اما انت غادي تحبس لا تكنولوجي ما يمكنلكش يعني عادي قال واحد الكلمه قال إرادة السياسه العليا ولا شي حاجه بحال هكذا. انا داعيه من هذا الخطاب هذا. انا نقول الاراده السياسيه العليا الان اللي كتحكم في المغرب لانه ماشي دوله بوحدو راه دوله جزء من واحد العالم هو التطور اللي كتفرضوا التكنولوجيا واللي كتفرضوا الذكاء الصناعي. يعني هذه الاراده السياسيه العليا كاين بزاف ديال الحوايج كيتحكموا فيها خاصنا نفهموا هذه القضيه. يعني ماشي حيت التطور التكنولوجي كاين خاصنا الاراده السياسيه العليا عارف هي شنو كتقصد بها مو باش ما نبقاش زاكله في جوج شي حد عليا صافي عليا باش ما يتقلق حد. جوج ديال النقاط نختم بهم. اول حاجه بما ان قلت سوف ابدا من حيث انتهيت وبما ان اخر لقاء اول لقاء كان عندي في هنايا هذا شي 9 سنين الله يخليكم ملي نقدروا ملي نكونوا كنهضروا على الصحافه الالكترونيه والوضع ديالها وكنتباكى بالوضع ديالها حاليا غنذكروا واحد الحاجه باش نكونوا صرحاء مع بعضياتنا. الا بغينا نعالجوا لا بغينا نسميوا المرض نعرفوا كيفاش بدا من هذه القاعه. يوم تم مساومه وعقد صفقه بين الوزاره اللي كانت ديك الوقيته ذاك العهد لدور سياسيه معينه وبين الناس اللي كانوا ديك الساعات دي تكنيسيان مع كامل احترامي ليهم الناس اللي دايرين التدوين الناس اللي دايرين كذا قالوا لهم بغيتي نعترف بك الصحافه الالكترونيه غنعطيك لاكارت دو بريس وغادي ندافع عليك كصحفي الكتروني وغادي نعطيك الدعم في مقابل انك تسميك عليا كوزاره تابعه لجهه سياسيه معينه. دونك الان حنا كنحاولوا نصحوا شنو بغيت نقول بهذه القضيه هذه هو ان الا السياسي كنسمحوا ليه بارتكاب الاخطاء وكنرجعوا باش نصحوا الاخطاء اللي كيدير الامني هو تا هو كيرتكب الاخطاء خاصنا نفهموا علاش ما كيرتكب ذاك الخطا. هو الجهل هو ما عارفش اين هاد الا بغينا نشوف في الافلام كنشوفوا دائما الشفار مع البوليسي كنجيو حنا دائما مع البوليسي لا ميم شوز. هاد الصراع اللي طاري بين الامني وبين الصحفي خاصو ينتهي. باش ينتهي انا هذاك رجل امن خاصنا نفهموا انا كيف خدمته. ثاني حاجه هو خاصو يفهم خدمتنا حنا خاصنا نفهموا خدمتنا واش هو براسو كيفاش خدمتنا كيفاش دايره. لان ما تنساوش راه هو تيقلب على المعلومه حنا كنقلبوا المعلومه الفرق بان حنا كنفتحوا المعلومه وهو كيحاول يسترها. هنا كنتهي بواحد القضيه هو انا في 2007 باش بدا فيسبوك كانت واحد القضيه في المغرب سميتها قضيه المهندس فؤاد مرتضى لا كتعرف على سميتو واحد لو جون انجينيور اللي مشى في لاباج ديالو ديال فيسبوك حط الصوره ديالو داك الساعه باقي فيسبوك جديد حط الصوره ديالو ديال واحد من اعضاء العائله المالكه شداني خلع ما نقدرش نقول انا السميه. دونك شد عادي اوكي ديال المولاي رشيد تضرب 3 سنين ديال الحبس ونادت مظاهره عالميه كترفع الصوره ديالو وكتقول زعما بغينا نفهموا شنو طاري القاضي كيفاش صرحوا الحكم ديال جاب ليه شنو هاد فيسبوك حالوا على واحد لو تخوك هو ما عرفوش. دونك هنا مربط الفرس والجرح ما كاينش فقط في الحريات مربط الفرس كاين لان خاصنا نفهموا الصحفي عنده الحق في الوجود ورجل الامن عنده الحق في الوجود ولكن الفرق بين الصحفي ورجل الامن هو هاد الشفار والبوليسي شكون غادي يبدل في الاخر. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.